بليز. رجال الكسار فاتوا على المستشفى وسكروا طابق غرفة العمليات. ران كم واحد نحن؟ 15. يا زلمة أنا ما عاد عرفت حالي أصلاً، ما بعرف مين أنا. إذا متورط معهم بشيء إلي ساعتها منروح على الشرطة أنا وياك ومنخبر عنهم، واللي بده يصير يصير، بس هي ما عادت عيشة. وطي صوتك. ما بدي وطي صوتي. وطي صوتك، ما بدي الأولاد يسمعوا. لك فكرك الأولاد مو فهمانين وسمعانين وشايفين كل شيء؟ هذا ميدو اللي قلت لي رفيقك ورفيق بابا بنفس الوقت. اللي مين أنتو؟ شو عم بيصير؟ فهمني، اطلع فيي، شو عم بيصير؟ شو بدكم من بابا؟ لونا ما توخزينا، كنا عم نحل مشكلة صغيرة أنا وجوزك. بالإذن. لسه الحكي ما خلص. معلم فايز بعت لك كلمتين خفاف نضاف. شو بده؟ صاحبك نفد. يعني اللي بدنا إياه ما صار. عشان هيك انت رح تنفذ المطلوب. لحظة عم تحكي مستحيل، هذا الزلمة هلا حوالي في 15 واحد من رجاله وفي مرته وعمه ما عم يتركوه. مش مشكلتي. خلي رجالك يظهروا من هون وانا بكفل لك انه ما بيصير لهم شيء. وبنخيك اذا زمط بحمايتي. انا ما بوثق فيك ولا بوثق برجالك، وسبق وقلت لك هالشيء.